لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة. سوء المباراة بشكل جيد، الجونة كان ليه الافضلية بشكل كبير في الشوط الاول. ليه بنقول النهاردة الف مبروك للنادي الاهلي؟ النادي الاهلي بيمر بظروف صعبة، مش مهم دلوقتي او بالنسبة له الاداء لحد ما يعدل المسار، بس عايز وهو بيعدل المسار يحصل دائما على الثلاث نقاط. دايما شخصية البطل مهم جدا، وانت حتى وانت مش كويس انك تكسب، وده اللي الاهلي بيعمله دلوقتي. عملوا الحقيقة في المباراة دي، وعملوا امام بتروجيت لم يوفق امام المقاولون العرب، ولكن لازم نوضح المسار. واضح ان احمد الشيخ راجع بيقول لهم ممكن يبقى فيه تفكير، ممكن يبقى فيه اختلاف وجهات النظر. واضح ان هو المرة دي عايز يمسك في الفرصة. وليد سليمان بيعبر عن نفسه النهاردة بشكل كبير، وبينزل النهاردة بيغير مسار النادي الاهلي في الشوط الثاني. اعتقد النادي الاهلي اللي جاي هيكون ليه قصة مختلفة. هما ثلاث نقط بس، ثلاث نقط بست مراكز. يودوا النادي الاهلي من المكان اللي هو فيه لمنطقة تانية، ويعلوا من الروح النفسية للاعبين، وده شيء مهم جدا محتاجه النادي الاهلي في التوقيت ده. وايضا كمان عايز اقول لكم ان هو يشد نادي الزمالك. نادي الزمالك بكرة عنده المصري، حتى النادي المصري لو في ظروف صعبة فهو النادي المصري. هيصحى امتى؟ هيفوق امتى؟ ممكن النهاردة يفوق على الزمالك، يفوق على الاهلي، يرجع في اي مباراة وفي اي لقاء. دايما الفرق الكبيره اللي زي الاسماعيلي، اهلي، زمالك، مصر، اتحاد، كل الفرق اللي احنا بنقول اساميها دي، سموحه، مصر مقصه، حتى لو نتائج سيئه خليك دايما فاكر ان في لحظه هيرجع. هيرجع امتى؟ ملهاش معايير. هل النهارده جمهور الزمالك او النهارده فرقه الزمالك تقول لك ده جزيره مطروح لسه كسبانه المصري هيعمل معاه ايه؟ ولا ليها اي علاقه، ولا في الكوره الكلام ده اصلا موجود. محمود وحيد يقترب من القلعه الحمراء. محمود وحيد خلاص يعني اعتقد ان هو على اعتاب خطوات من القلعه الحمراء، ودي رغبه اللاعب، ودي اصلا كمان رغبه النادي بشكل كبير، واعتقد ان اشتغلوا عليه من بدري جدا، واعتقد ان هو في المراحل الاخيره. اكتفاء ذاتي من الحراس بناء على فتوى سليمان. طارق سليمان بيقول ان هو عنده حراس كفايه، وان هو مش في احتياج لحراس مرمى. على فكره الاهلي فعلا عنده حراس مرمى على مستوى عالي. عنده احمد الشناوي حارس مرمى مصر وحارس مرمى المنتخب الوطني. عنده شريف اكرامي حدث ولا حرج، حتى لو عدى بظروف صعبه، ولكن هو شريف اكرامي واحد اكيد من نجوم مصر في مركز حراسه المرمى. وعنده علي لطفي. ففي النهايه ما اعتقدش ان الاهلي محتاج حد، لان السؤال برضه حتى لو هم بيعدوا بظروف والاهلي محتاج، عندك مين افضل؟ انت دايما بتقول انا اجيب بس يكون افضل من اللي عندي. عمر رضوان حارس مرمى الجونه النهارده اللي ظهر الحقيقه بمستوى طيب، ده معار ايضا برضه من النادي الاهلي. فالنادي الاهلي ما اعتقدش ان هو في احتياج لمركز حراسه المرمى. مصطفى شوبير برضه يعني موجود من الشباب، وطالع مع الفيرست تيم، واعتقد ان هو عنده حرب شرسه جدا، ولكن اكيد هو الحرب دي متعود ومتربي عليها، لان في النهايه يعني الوالد ايوب في الحته دي، فاعتقد ان هو عارف هو رايح وعارف داخل على ايه، فاعتقد ان الامور هتبقى مختلفه بشكل كبير. عايز اقول لكم برضو ان احنا قبل ما نروح لنادي الزمالك كان في بعض شد وجذب عن التحكيم وحديث عن التحكيم. لا الاهلي بقى مبسوط ولا الزمالك مبسوط، الزمالك ما اتكلمش، كابتن سيد عبد الحفيظ كان عنده اسئله، كابتن عصام رد، في خلاف، في اتفاق، كابتن جمال غندور واحد من اساطير التحكيم في مصر، نشوف هيقول ايه في الملف ده ونرجع لكم تاني. في مشوار نادي الزمالك السنه دي كله ال 15 مباراه 13 دوري واتنين كاس ما يحكمش ولا مباراه لنادي الزمالك خالص؟ هل يعقل ده؟ هل يعقل ان جهاد جريشه الراجل اللي جاي من كاس عالم يحكم مباراه واحده للزمالك يكون طرفها النجوم؟ المصالح طبعا بتحكم، ومن غير ما نلف وندور حوالين الموضوع، بالتاكيد الكابتن سيد عبد الحفيظ يهمه مصلحه نادي، ويهمه ان هو يضغط على التحكيم، يضغط على الحكام، زي بالظبط ما كل مسؤول في كل نادي بيحاول ان هو يضغط لمصلحه فريقه، مش بس في الفرق الكبيره، عشان ما نختصرش الموضوع عند الاهلي والزمالك، خليني اقول لك حتى الفرق. في ان احنا كجهاز تحكيمي نكون عارفين ان ده موجود، ونكون متاكدين ان ده هيحصل، ونكون كمان عندنا القدره وعندنا الاستعداد ان احنا نواجه هذه الامور. كره القدم بتتلعب جوه الملعب في كل بلدان العالم،
تقريبا عندنا بتتلعب بره الملعب اكتر ما بتتلعب جوه الملعب، من حجم كرة القدم اللي بيتلعب اقل بكثير جدا من حجم المنافسة والتشابك خارج ارضية الملعب. وبالتالي بالتأكيد طبعا كل هذا الكلام لا يعجبني اطلاقا، كل هذا الكلام بعيد كل البعد عن المنافسة الحقيقية في كرة القدم. كل ما قلت المنافسة بره الملعب كل ما زادت جوه الملعب وكل ما استمتع الجمهور اكتر. طبعا انا لا ارضى عن هذا الكلام نهائيا. ما عندناش الكم الكبير من الحكام الكبار اللي تقدر تعينهم في كل المباريات الصعبة في نفس الوقت في نفس الوقت. وارجو انه ده يكون مفهوم، انه في نفس الوقت معناها ان لو عندي في الاسبوع 4-5-6 مباريات صعبة يبقى عندي العدد ده، والله يكون في عون طبعا المسؤول عن التحكيم لانه ما بيلاقيش العدد ده في نفس الاسبوع. وبالتالي بتتولد لك مشاكل انك انت بتكرر مثلا حكم معين هو موفق فدايما بتديله ماتشات صعبة، فالماتشات الصعبة دي احيانا بتبقى مقرونة بنفس الفريق، فيتم يجي لك اتهامات انك انت بتدي الحكم ده للفرقة دي وما بتدوش للفرقة دي زي ما هو متداول دلوقتي. فبالتالي مشاكل التحكيم شأنها شأن مشاكل الكرة اللي موجودة عندنا، ما هياش بعيدة عنها. وبالرغم من ذلك وعشان ما اكونش متحيز عايز اقول لك انه مستوى التحكيم بالرغم من المشاكل دي انا شايف ان هو بنسبة مش كبيرة قوي افضل من مستوى الاداء في الدوري. ده كان رأي الكابتن جمال غندور وفي موضوع التحكيم. في النهاية هي وجهات نظر وكل واحد له وجهة نظر. الكلام مهم جدا كابتن جمال غندور، كل واحد بيشوفها من وجهة نظره. وعلى فكرة من حقنا نختلف ومن حق كل واحد يبقى عنده أسئلته وحق كل واحد يبقى عنده إجاباته. ويبقى دايما التحكيم دايما عليه علامات استفهام، مش في مصر، في كل دول العالم. وتبقى هي دي في النهاية كرة القدم، فعلينا ان احنا نتقبلها ونتقبلها بهدوء. كابتن سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الاهلي، مساء الخير يا كابتن. مساء الفل يا كابتن سيف، ازيك؟ اخبارك يا كابتن؟ كله تمام؟ ازيك انت؟ الحمد لله. الحمد لله. معاك انا بعد كل ماتش بقى. تشرف وتنور يا كابتن. الف مبروك كابتن. الحمد لله حبيبي. ثلاث نقط النهارده مهمين جدا للنادي الاهلي. طبعا طبعا، يعني يمكن احنا في وقت صعب قوي وما زلنا في وقت صعب، يعني لازم نكون منطقيين وعقلانيين وواقعيين في نفس الوقت. يعني احنا ما زلنا في مرحله صعبه. المرحلة ذات سلاحنا الوحيد هو الروح والرجولة والجدعنة والإصرار والعزم والشخصية. يعني كل دي حاجات سمات لحد ما نعدي. كابتن محرك سمعني؟ كابتن فات وعلى ألو؟ معاك كابتن، فضل. جمهور النادي الأهلي لازم يعرف كويس قوي إن هي الموضوع مش ما بين يوم وليلة. يعني ده شغل كبير جدا لازم يكون داخل الملعب وشغل اكتر بره الملعب، وان شاء الله نوصل لاخر الشهر باذن الله محققين اكبر المكاسب عشان باذن الله تعالى يرجع لنا المصابين بشكل كويس، يرجع لنا الناس اللي غايبه بشكل كويس، اللعيبه المميزه اللي موجوده مع تدعيمات، نوصل لفرقه النادي الاهلي وقوه الاهلي وشخصيه الاهلي وقدرات الاهلي وامكانيات الاهلي. كابتن شايف ان الاهلي في احتياج لثلاث نقط، وفي احتياج لدفع معنوية، وفي احتياج لان عدد كبير من اللعيبة تعبر عن نفسها في المرحلة دي، لان ممكن يكون مستقبل لعيبة في المرحلة دي تقدر ان هي تاخد قرارها في مستقبلها، اما الاستمرار مع النادي الاهلي او الرحيل. لا، شخصية اللعيبة مهمة قوي، التعامل مع اللعيبة وامكانياتهم وقدراتهم وطريقة تعاملهم ده مهم قوي. عندنا ثقة في المجموعة كلها، والمجموعة بالشكل النهاردة كانت ممكن تبقى أو شكل الماتش اللي فات وشكل اللاعب اللي موجود النهاردة بتأكد مشاركتها. يعني أكيد مصطفى الشيخ وأحمد علي ومؤمن جاي في الطريق، فده مهم قوي. العناصر دي تكون موجودة، العناصر اللي عندها الشخصية والقدرات اللي تقدر إنها تعمل فارق ما بين مباراة والتانية، مع عودة أجايل، مع عودة علي معلول، مع وجود أزر وعمرو السلية و عودة احمد فتحي، كل دي مش هروح منها ناصر بتدينا قوه في الفتره اللي جايه ونقدر نشوفها بشكل كبير. فده مهم جدا جدا ان احنا نوصل للعيبه، لكن اهم من دول، اهم من كل ده روحنا تبقى عاليه قوي، طاقتنا وامتحاناتنا وتعاملنا مع الخصم يكون على اعلى ما يكون. اعتقد دي السمات اللي ممكن تعدينا بين المرحله حتى نوصل لمبتغانا في اخر الشهر باذن الله.
حاسس يا كابتن سيد انك يعني بقالك فتره عايز توصل للناس ان النادي الاهلي مش هيسكت تاني، النادي الاهلي مش هيبقى فيه حاله هدوء تاني، هيرد على اي رد. شفت حضرتك النهارده تصريحات بعد اللقاء، كنت انت متعصب شويه؟ لا مش متعصب خالص، بالعكس انا الامر بالنسبه لي ده انا الجانب الاخر وبارد جدا، لان الحياه طويله مش كده، لكن وعلى الناس اللي هي بتقول عليا يعني يعني اللي ممكن ينتقد حد يتكلم في 30 ثانيه يعني، وواحد ممكن يتكلم كتير في ساعه و25 دقيقه كلها كذاب وشتايم وشتايم والفاظ جارحه جدا، والناس تعمل نفسها مش واخده بالها. لكن انا بقول له يعني بقول حتى للشخص ده مره ثانيه، انت مش هتاخد مني اكتر من 30 ثانيه او 40 ثانيه او 45 ثانيه، حتى لو اتكلمت عليا 100 دقيقه انت 45 ثانيه كفايه جدا. لكن النادي الاهلي ما ينبغيش ابدا ان حد يتكلم عليه كده، ما ينبغيش ان حد يتكلم على مسموح النادي الاهلي مهما كان، مهما كان هو مين، مهما كان رئيس نادي ولا مسؤول في نادي ولا حاجه. النادي الاهلي هو اقوى احترام في الدنيا كلها على المستوى الرياضي، فلما تيجي تتكلم على النادي الاهلي تتكلم بشكل كويس قوي، تتكلم على مسؤول في النادي الاهلي تتكلم بشكل كويس قوي. انا مش مطالب ابدا ولا مجبر ان انا احترم حد يتجاوز في حقي، مستحيل مستحيل. احنا بنتكلم في رياضه، بنتكلم في منظومه، وعلى الناس اللي هي بتتكلم او بتنتقد واحد بيتكلم في 30 ثانيه 30 ثانيه شيء لفظ خارج الكلام اي حاجه خالص بتنتقده، وسايبه واحد بيتكلم في 20 دقيقه 25 دقيقه وبتاع. انا مش مطالب ان انا استحمل واحد كده، مش مطالب. انت حضرتك يعني تقدر تستحمله، انت حر، انت اللي براحتك. لكن وانت بتتكلم على النادي الاهلي تبقى عارف انت بتتكلم على النادي الاهلي، وانت بتتكلم على مسؤول في النادي الاهلي تبقى عارف ان انت بتتكلم على مسؤول في النادي الاهلي، وهتحترم الكيانات والادارات والكلام ده. احنا هنشيلك فوق دماغنا، هنشيلك فوق دماغنا، لكن هتتجاوز حقك كابتن سيد. التليفون تاني يا كابتن، معلش انا مع حضرتك، اتفضل. وصلت لحد فين انا؟ لا انا مع حضرتك، انا بس حضرتك واقف في حته لان التليفون بيروح ويجي احيانا. كويس كده تمام يا كابتن، اتفضل. انا بقول لحضرتك انا مش مطالب ان انا استحمل حد بيتجاوز حقنا، مش مطالب ابدا، مهما كنت رئيس نادي ولا مسؤول في نادي. حر اتكلم على اداب ناديك ولا اتكلم انا ايه، اطلع اتكلم على التحكيم، اتكلم على مستواي، اتكلم على ادائي، اتكلم على اسلوبي في اللعب، اتكلم على ضغطي، اتكلم زي ما انت عايز. لكن هتتجاوز في حق اشخاص في النادي الاهلي، لا ده ما ينفعش ابدا وما ينفعش ابدا ابدا. وعلى الناس اللي بقولها مره ثانيه وثالثه وعشره، الناس اللي بتزعل من 30 ثانيه ولا 40 ثانيه يعني انت بتتكلم فيها، وفي ناس بتتكلم بال 20 دقيقه او 25 دقيقه فالناس مش واخده بالها. لا انا مش مطالب بكده، مش مطالب ان انا استعمل حاجه زي كده. وانت بتتكلم على النادي الاهلي تبقى عارف انك بتتكلم على النادي الاهلي، انت بتتكلم على مسلوك النادي الاهلي تبقى عارف انك بتتكلم على مسلوك النادي الاهلي. ده مهم جدا نوصل للناس، ده مهم جدا. هل من 30 ثانيه 40 ثانيه هل ده ممكن يكون شعورك يا كابتن وشعور المسؤولين في الاهلي؟ نعم، يعني ده ممكن يكون شعور حضرتك وشعور المسؤولين في الاهلي؟ يعني ايه شعور المسؤولين في الاهلي؟ يعني ده انت حضرتك قلت دلوقتي ان الكلام ده مش هيكون موجود لا معايا ولا مع المسؤولين في الاهلي المرحله القادمه. كابتن سيد ممكن يقف في حته لقطه، مش عارف التليفون ماله. طيب نحاول نكلم كابتن سيد تاني، نحاول نتواصل مع كابتن سيد تاني. يعني زي ما قلت لكم برضو تعليقا بس على لحد ما كابتن سيد عبد الحفيظ يجي تعليقا على كمال كلام الكابتن. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناه.